ايه 400,000 دولار؟ ازاي يا كمال بيت وافقهم على حاجه زي دي؟ دول نصابين. ضحكتني والله، وانا مش جاهز للضحك. انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وضهر ان انا قدرت اخلصك بال 400,000 دولار دول. دول كانوا ماسكين على مليون. كام يا باشا؟ مليون الا ربع. يا باشا نص مليون. استريحت يا صلاح؟ طب مش دافع تخبط دماغها في الحيط. خد يا تعالى. اسمه ايه ده؟ نصف شحاته يا باشا. تعالى نصف شحاته. تعالى ما تخافش وانا همد ايدي عليك. تعالى تعالى. تقدر تفهمني حضرتك مين اللي جاب لنا الناس النصابين اللي بتقول عليهم دول؟ مش حضرتك برضو بعينيك الفارغه يا ديني يا فاسد؟ انا مش قادر افهم. معاك ست محترمه من عيله متربيه مهذبه، تقدر تقول لي ايه الفلورا دي يخليك تشد؟ اه والله يا باشا. قول له قول له. الراجل اللي ما يعرفش قيمه الست اللي معاه ما يسواش اصلا. انا ابني اتجوزت حوريه 40 سنه، عمري ما بصيت كده ولا كده، مش خوفا منها، لا، احتراما لنفسي. يا سلام. الله يسلمك. والله يا باشا دي دروس بنتعلمها من سعادتك، ده فن فن. 40 سنه جواز، عمري ما غلطت ولا حتى فكرت اني اغلط. 40 سنه التزام تام. ابوكي بعد اقل من سنه جواز عرف واحده عليا، وكنت حامل باخت كاديل. كانت صدمه شديده قوي عليا، وقبل ما اعرف حسيت زيك كده. الستات يبقى عندهم حاسه سادسه، وانا كنت وحيده في الدنيا، ماليش اب ولا ام. هو امي، هو ابويا، هو جوزي، هو اخويا، ما بقتش عارفه اعمل ايه. وعرفتي ازاي يا ماما؟ كذب عليا وقال لي انه عنده ماموريه وحيبات بره، بس انا عرفت من عينيه. من عينيه ازاي يا ماما؟ في رجاله بيبان عليهم، وابوكي منهم. وعملتي ايه يا ماما؟ كان ممكن ازعق واعيط وانكد عيشته، انما فكرت انه الهانم الثانيه هتخطفه مني. وبعدين يا ماما؟ دخلت المعركة وكان لازم أكسبها. خليت البيت جنة، وما بقيتش أوري له وشي إلا وأنا على سنجة 10، عارفة، حلوة ومدلعة وبرفانات وحاجات كده، وبقيت بطبخ له أنا بإيدي والحاجات اللي بيحبها بالذات. قعدت أسحبه بالتدريج لغاية ما ساب التانية، وبعد ما تأكدت إنه سابها قلت له إن أنا كنت عارفة، ومن يومها ما بيشوفش ولا ست غيري. يا حبيبتي يا ماما، ده انتي استحملتي قوي، بس اصل بابا راجل طيب يا ماما. وجوزك راجل طيب؟ جوزي كذاب، حاسه انه بيكذب عليا، انا مش طايقه ابص في وشه. انا كنت كده زي كده، انما جبتك هنا عشان تهدي اعصابك ونخطط انتي وانا هنعمل ايه. اسمعي كلام امك. مساء الخير. اهلا. مساء الخير يا بابا. ايه دي؟ ايه ده؟ البنت دي سابها بيتها وجايه تقعد عندنا؟ يا بابا بتغير الجو وبتريح اعصابها. يا بنتي ما حصلش حاجه، صدقيني جوزك زي الفل، ما عملش حاجه. ما عملش حاجه؟ وانا بنتي ووحشتني. ايه؟ حوريه مش قدام البنت يا حبيبتي. اقول له روحك. طيب منورة يا حبيبتي، طبعا انت عارفه ده بيتك ومطرحي. ما قلتليش الخطة. لا بعدين تستوي.